السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بيكم معانا في المسابقة الرمضانية 2022 والسؤال 20. يلا بينا قبل ما نبدأ السؤال نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تفرج بها الهم وتزيل بها الغم وتسدد بها الدين وتحقق بها الآمال. آمين آمين، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. السؤال بيقول: كان أبو بكر الصديق ينفق على أحد أقربائه من الفقراء المهاجرين، فسمع عنه يوما إساءة عظيمة، فأقسم أبو بكر رضي الله عنه ألا ينفق عليه شيئا بعد الذي سمعه، فأنزل الله تعالى آية في القرآن الكريم ترغب أبا بكر في العفو عن ذلك الرجل، فعفى عنه وأعاد إليه ما كان ينفقه عليه. أذكر اسم الصحابي الذي أساء إلى أبي بكر والآية الكريمة التي نزلت في ذلك. سؤال مرة أخرى: كان أبو بكر الصديق ينفق على أحد أقربائه من الفقراء المهاجرين، فسمع عنه يوما إساءة عظيمة، فأقسم أبو بكر ألا ينفق عليه شيئا بعد الذي سمعه، فأنزل الله تعالى آية في القرآن الكريم ترغب أبا بكر رضي الله عنه في العفو عن ذلك الرجل، فعفى عنه وأعاد إليه ما كان ينفقه عليه. أذكر اسم الصحابي الذي أساء إلى أبي بكر والآية الكريمة التي نزلت في ذلك. أتمنى لكم التوفيق والإجابة الصحيحة. ما تنساش إذا اشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، أو اعمل لايك وشير للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد ممكن. وأسألكم الدعاء والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.